وبهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام جولتنا، وننتقل بكم في ختامها إلى منتصف الليل مع رولا إبراهيم وزين العابدين توفيق. الجزيرة منتصف الليل، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وشكرا لخديجة بطبيعة الحال. طبعا وفي جولتنا أيضا رصد لتفاعلات يوم دام في أفغانستان ومواكبة لآخر التطورات الليبية والسودانية. قضية مصالحة الذاكرة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة ستكون حاضرة معنا بالنقاش. وهي قضية شائكة هذا إلى جانب الملفات والقضايا المعتادة والمتنوعة. نمر إلى العناوين. عشرات القتلى ومئات جريحا في تفجير داخل مسجد للشيعة في ولاية قندز شمالية أفغانستان، وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقول إنه يبحث اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما وصفه بتجاوز مجلس النواب الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة. وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني يصف تصريح حميتي بشأن ترأس المدنيين لمجلس السيادة بأنه تهديد مباشر لالتزامات الوثيقة الدستورية، ويؤكد أنه سيتم التصدي له بحزم. التحالف يقول إن طائرة مسيرة حوثية مفخخة استهدفت مطار الملك عبدالله في جازان، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين من المسافرين والعاملين. الذاكرة والتاريخ في ماضي فرنسا الاستعماري، لماذا يرفض ماكرون الاعتذار عنه؟ في سياق تغطياتنا الإخبارية للانتخابات التشريعية العراقية مع الزميل حسن جمول من بغداد. من بغداد، الكوتا النسائية في البرلمان العراقي بينما حدده الدستور، والتحديات أمام تمكين المرأة ودورها في العملية السياسية. وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، صعوبات في دخول منصات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر. هذا إلى جانب محطاتنا اليومية، ابقوا معنا. إذن يوم دام في أفغانستان بعد تفجير هز مسجدا لأقلية الهزارة الشيعية في خان أباد بولاية قندز شمالية أفغانستان وفق مصدر أمني للجزيرة. 60 شخصا قتلوا ومائة وسبعة أصيبوا في هذا التفجير الذي وقع أثناء صلاة الجمعة، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذا الهجوم.